أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن الفرق بين التصوير بالبث المباشر والتصوير بالآلة الفوتوغرافية. يسأل عن حكم التصوير بالبث المباشر والفرق بينه وبين التصوير بالآلة الفوتوغرافية. البث المباشر إنما هو نقل للحركات والناس وهم يصلون وهم هذا نقل الصلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي هذا نقل تشاهد الناس يصلون في هذه الشاشة تنقله لك أمامك. أما التصوير فهو حبس الصورة حبسها في المكان الثابت تثبت هذه فيما يظهر لي هذا الفرق مجرد النقل يختلف عن حبس الصورة وإثباتها ونقلها في تناقلها بين الناس. نعم.